تبادل التقنية. تبادل التقنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رواد تبادل التقنية على اليوتيوب والواتساب، حياكم الله، معكم سيد علي. نلتقي مجددا في هذا الشرح البسيط. راح نشوفوا اليوم بإذن الله تطبيق، هو تطبيق خاص بالتحميل من اليوتيوب، تطبيق غني عن التعريف، اللي هو تطبيق جبار، وصراحة أحسن تطبيق بالنسبة إلي ولكثير بعض الإخوان. يعني كان قبل تحديثه الأخير يعني وقع فيه يعني مشكل ولا غير متوافق مع الفويس أوفر، وبعد تحديثه الأخير يعود إلينا تطبيق جبار إلى عادته، يعني أصبح أكسيسيبل، ما نقولوش 100% ولكن إلى حد ما، يعني 90 أو 95%. على بركة الله نشوف، نمشي للتطبيق نتاعنا ونستعرضه مع بعض. سيليكتور داب ديكتافون اشتي يوتيوب جبار اكتيفي اكسيون جبار تكبير وتصل جبار المجلدات. فوالا، بالدخول الى التطبيق، كنا سابقا في تطبيق جبار عندنا في اسفل الشاشة تبويبات، 4 تبويبات. في تحديثه الاخير يعني ما نلقاوش هذوك التبويبات، ولكن كاين اختلاف يعني في الانترفاس تاعو. نبالي يوم اليسار اليمين، عنوان المقطع الحالي، جميع خيارات الاضافه. فوالا، جميع الخيارات اضافه، نكليكيو عليها ضغطتين، جميع خيارات الاضافه. فوالا، هنا نهبطوا لاسفل الشاشه كامل، العوده بوتون. فوالا، عندنا اخر عنصر هو العوده. العوده بوتون. دوك نبالي يوم اليمين لليسار، اضافه من المتصفح، اضافه من المتصفح، إضافة من المتصفح. ملاحظة فقط، هذا هنا جو اون دوبل يعني مرتين، إضافة من المتصفح. باليوم مرة ثانية نلقاوها مرة ثانية، إضافة من المتصفح، إضافة من المتصفح. نزيد نبالي من اليمين لليسار، إضافة من رابط مباشرة، إضافة من رابط مباشر ولا مباشرة، إضافة من رابط مباشرة، يعني كما لاحظتم يعني مذكورة مرتين. نزيد نبالي من اليمين لليسار، إضافة من مكتبة صور، إضافة من مكتبة صور، إضافة من مكتبة الصور يعني من الفوتوتك. هنا اللي همنا إضافة من رابط مباشرة، إضافة من مكتبة، إضافة من إضافة من رابط مباشرة. نكليكي وهنا ضغطتين، مجرد ما نكليكي وراح يتنسخ الرابط تاعنا، يلصق الرابط عفوا تلقائيا. حبس برابط، برابط يوتيوب برابط. فوالا، نبالي من اليسار اليمين التمام، تمام بوتون، كاين تمام. نزيد نبالي الغاء، عندنا بوتون. الغاء، حنا نرجعو التمام، تمام بوتون، نكليكي وضغطتين يرجى الانتظار اعادة تحميل صفحة، هنا يرجى الانتظار. العودة، العودة من المؤلم، لين فيرتيكال حالات واتس لاب مست. هنا على حسب الكونيكسيون كيفاش راهي. نبالي من اليسار اليمين الليغ، من المؤلم ليغ بوتون. مجرد ما اني نكليك على ليغ تظهر لي هذيك الرساله تاع خيارات، لاحظوا معي ليغ، ما في حياه بدون مشاكل حتى بين الان. الخيارات، نبالي من اليسار اليمين، اضافه الى قائمه الحفظ، اضافه الى قائمه الحفظ، نكليك عليها ضغطتين، يتم تحميل، يرجى الانتظار. فوالا، هنا بدات عمليه التحميل، يرجى الانتظار. اتالي العوده بوتون، نديرو روتور هنايا، العوده، نزيدو روتور مره ثانيه، العوده خيارات الملف، نهبطو لاسفل الشاشه كامل، خيارات الملف بوتون. فوالا، هنا انا في اخر عنصر في اسفل الشاشه، خيارات الملف 3.16 ميجا بيت، من المؤلم لين فيرتيكال حالات واتس لاب مصطفى الاغا كور بلو، تاريخ الاضافه 2020 07 03 3 دونيون 14 7 مينوت 25 سكوند. فوالا، تحمل الاوديو تاعنا بسهوله.
هنا نبالي من اليمين اليسار ما عندناش المجيل بعيدة رئيسي أظهر المزيد من إضافة المرجع الوقتي بال. آخر عنصر هو الأوديو لا فيديو نتاعنا اللي حملناها أظهر المجيل 3.16 ميجا بيت من خيارات الملف فوالا أنا واقفين على خيارات الملف يعني 3.16 ميجا بيت من المؤلم هذه لا فيديو نتاعنا كي نبالي مرة واحدة من اليسار اليمين خيارات الملف بوتون خيارات الملف نكليكيو عليها ضغطتين خيارات الملف هنا ما يعطينا والو مبالي وغوش دغوات من اليسار اليمين المجيل بعيدة رئيسي 3.16 ميجا بيت خيارات الملف من المؤلم لينو فيرتيكال اسمنا اسم لا فيديو يعطينا اسم لا فيديو نزيد نبالي تغير الاسم اول عنصر تغيير الاسم تغير الاسم كذلك يعرضهم لنا دائما على شكل مرتين حفظ 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 يعني حفظ في ألبوم الصور إلى حبينا هذا الفيديو نبعثوها للفوتوتاك مشاركة 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 إلى حبينا نبارتاجيوها نقلني لا نقلني لا هنا نقل إلى نسخ الرابط نسخ الرابط نسخ الرابط يعني تلا فيديو أنشاء نسخة أنشاء نسخة إنشاء نسخة يعني اون دوزيام كوبي لحبينا نديرو دو كوبي عندنا في التطبيق حذف حذف اذا حبينا نحذفوا هذا الفيديو حذف مونتاج مونتاج هنا اذا حبينا نديرو لها مونتاج هذا الفيديو مونتاج تحويل فيديو لصوت تحويل الفيديو الى صوت تحويل فيديو لصوت قص قص وتعديل قص الكتابة على الفيديو الكتابة على الفيديو دمج دمج هذا الدمج تقليل حجم الفيديو تقليل حجم الفيديو تقليل حجم الفيديو حذف الصوت من الفيديو حذف الصوت من الفيديو هذه ميزة جديدة جابها ما كانتش كاينة من قبل حذف الصوت من الفيديو الغاء الغاء دونك حنا نرجعوا تقليل حجم الفيديو حذف حذف تقليل حجم الفيديو نكليكي عليها ضغطتين جاري تقليل جاري تقليل تم بنجاح تم بنجاح فوالا تم بنجاح نهبطوا لأسفل الشاشة خيارات الملف بوتون 3.16 ميجا بيت من المؤلم هذه فيها 3 ميجا بيت خيارات الملف 842.21 كبي من المؤلم وهذه فيها 800 كو يعني قللنا حجم الفيديو أني واقف على الفيديو اللي قللنا الحجم نتاعها نبالي من اليسار اليمين الخيارات خيارات الملف نكليك عليها ضغطتين خيارات الملف نبالي من اليسار اليمين حتى نروحو حتى تحويل إلى صوت المجيل بعيد 840 خيارات 3 بوان خيارات من المؤلم تغير الرسم تغير الحفظ حفظ مشارك مشارك نقلني لا نقلني لا نسكس أراب نسكس أراب أنشاء أنشاء حذف حذف مونتاج مونتاج تحويل فيديو لصوت فوالا نكليك عليها ضغطتين جري تم تحويل تم تحويل بنجاح فوالا نهبطوا لأسفل الشاشة خيارات الملف 3.16 ميجا بيت من المهم هذا الفيديو الأصلية الأولى خيارات الملف 842.21 كبي هذه الفيديو اللي درنا لها تقليل الحجم خيارات الملف 162.68 كبي أوديو من المؤلم وهذا الأوديو تاعنا نعاودو نديرو خيارات الملف خيارات الملف نكليك عليها ضغطتين خيارات الملف نبالي من اليسار اليمين حتى المشاركة المجل سنس خيارات 800 خيارات 3 خيارات أوديو تغير اللي حفظ حفظ مشاركة نكليكيو عليها ضغطتين أوديو من المؤلم لين فيرتيكال فوالا هنا فتحت لنا النافذة تاع البارتاج كلوز ان ايردروب ميساج ميل واب واب بيزنس أدارة الملف درايف ميسنجي فويس ميمو نوت دروب بوكس دولبيون بوتون فوالا هذه الطريقة كيفاش نديرو لو بارتاجي دونك اخواني حبيت نشرح هذه النقاط يعني بسرعة ان شاء الله يعني يكون فيه شرح مفصل على نقاط اخرى بقات لنا يعني كيفاش نديرو لو مونتاج داخل تطبيق جبار كنت قمت يعني في الاصدارات السابقة بشروحات حول تطبيق جبار ان شاء الله يعني كنت يبقى لنا شرح ثاني او ثالث راح نشوف فيه يعني النقاط اللي بقاو لنا ان شاء الله الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تبادل التقنية. Échange tech.